بما اننا لسه في فتره الباك تو سكول والبيوت تقريبا كلها بتستعد لدخول المدارس، قررنا اننا نتكلم النهارده في موضوع بيشغل بال الكثير من الاهالي والامهات ودايما بيكون مصدر قلق ليهم. الموضوع ده هو مشكله التاخر في الكلام، والموضوع ده بدا ينتشر بشكل كبير وناس كتير بتتكلم عنه. الاول كان الموضوع مش بيلاقي اهتمام من بعض المدارس، لكن دلوقتي معظم المدارس تقريبا بقوا بيهتموا بالاطفال اللي عندهم مشكله في التخاطب وبيساعدوهم ويتواصلوا مع الاهل ويفهموهم طرق التعامل الصح مع الاطفال اللي عندهم المشكله دي. عشان نتكلم في الموضوع ده بشكل يفيد كل الناس هيكون معانا النهارده دكتوره رشا سامي، استشاري امراض التخاطب. ازيك يا رشا؟ الحمد لله تمام. اولا انا مبسوطه جدا ان انت معايا النهارده لاسباب كتيره جدا، يعني اولا صاحبتي اللي بحبها، ثانيا انت عامله شغل جامد جدا 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 على السوشيال ميديا، والفيديوز بتاعتك يعني فيها كم مشاهده عاليه لانها فعلا بتفيد بطريقه برضو كبيره قوي. ميرسي قوي. طيب احنا النهارده موضوعنا التاخر في الكلام او مشكله التخاطب. احنا عايزين نعرف الاول نشرح للناس ازاي هم يبتدوا يلاقوا ان الطفل عنده مشكلة في التأخر في الكلام. أول حاجة في مايلستونز معينة لازم أتأكد إن هي عند الطفل، يعني مثلا الطفل عنده 6 شهور مفيش أي أصوات بيطلعها، الطفل مش بتندهي عليه ما بيبصلكيش، مفيش أي نوع من أنواع التفاعل، أبتدي أقلق ولازم أستشير دكتور تخاطب. لو مثلا الطفل لحد عمر السنة ما بيقولش غير بعض الأصوات، ماما ماما دا 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 الحاجات دي، ما بيتفاعلش معايا، ما بقولوش مثلا هات حاجة يديها لي، ما بقولوش مثلا بوسة فيديني بوسة، ما بيقلتش أصوات، ما بيقلتش حركات، لازم أقلق. لو الطفل مثلا بندهله مش بينتبه لي خالص، فلازم أكشف على السمع بتاعه، ممكن يكون الطفل مش سامعني، ممكن يكون في مية على ودنه، ممكن يكون في أسباب تانية مخلياه عنده مشكلة فمش بيتجاوب. كل ده ما فيهوش مشكله والطفل بس مش بيتجاوب، ساعتها لازم الجا لدكتور امراض تخاطب ولازم اعرف ايه المشكله. طفل مثلا متاخر في الكلام، when I compare him، لما بقارنه بقرانه باطفال قده او باخوه هو صغير او مثلا ابن صاحبتي ابن جارتي ابن عمه او ايا كان، لقيت اني ابني او بنتي مش زي الطفل اللي في سنه، استشير دكتور امراض تخاطب. بلاش اسال جيراني واصحابي فيقولوا لي لا تمام سيبيه هو هيتكلم لوحده، لا استشير دكتور امراض تخاطب، هو يقول لي انه دواء كده كويس او ان هو متاخر او ان انا مش محتاجه اعمل حاجه او ان انا محتاجه اعمل جلسات، وساعتها ابتدي اتصرف. السؤال اللي دايما الاهل بيسالوه هو ابتدي امتى جلسات التخاطب؟ ناس كتير قوي بتنصح ان احنا ما نبداش جلسات التخاطب قبل عمر السنتين، وناس تانية بتقول سيب الطفل وهيتكلم لوحده. للاسف النصايح دي مش صح وبتاذي الطفل اكتر ما بتنفعه. احنا دايما بنبدا جلسات التخاطب اول ما بيكون الطفل مستعد، وطبعا على حسب التشخيص، يعني مثلا لو الطفل داون سيندروم او سي بي شلل دماغي لازم نستشير دكتور امراض تخاطب من الشهور الاولى، علشان دكتور امراض التخاطب بيعلم الام ازاي تاكل الطفل وازاي تعمل تمرينات معينه بتقوي بيها عضلات الفم والفك، وده بيفيد الطفل جدا لحد ما يبتدي جلسات تخاطب. سن 18 شهر هو افضل سن نبدا فيه جلسات تخاطب، وساعات كمان بنبدا قبل كده لو الطفل مستعد. لو حتى الطفل مش مستعد بس الاهل شايفين ان الطفل متاخر عن اللي في سنه، لازم استشير دكتور امراض تخاطب، عشان الدكتور هو اللي هيقول اذا كان الطفل متاخر ولا لا. ولو الطفل متاخر ولسه مش هيبدا جلسات، الدكتور بيدي نصايح مهمه للاهل يمشوا عليها في البيت، زي ازاي اتكلم معاه، ازاي العب معاه، ازاي ازود حصيلته اللغويه، او ان انا اوديه حضانه لحد ما الطفل يبدا جلسات تخاطب، وده بيكون مفيد جدا. طيب بس مش هما دايما بيقولوا ان البنت للولد بتفرق في موضوع التخاطب او في الكلام، او مثلا من طفل للتاني بتفرق؟ يعني مش المفروض نتخض مره واحده صح؟ لا مش مفروض، بس في افريج. يعني مثلا الطفل لحد عمر السنه سواء ولد او بنت ما بيطلعش اي كلمات. لا لا ما فيش بقى، اصل هو افريج، اصل الولاد بتتاخر عن البنات، الولاد بتتاخر عن البنات، يطلع مثلا 10 كلمات بدل ما يقول 20. لحد عمر السنتين ما قالش كلمتين مع بعض بس بيقولي مثلا 50 كلمة، لكن بيقول 3 4 كلمات لحد عمر السنتين ويقول لا اصل الولاد بتتاخر عن البنات، لا طبعا طبعا كده في مشكله. طبعا في مشكله. طيب هم دايما بنسمع ان الموضوع انتشر بالزياده في ممكن نقول ال3 سنين اللي فاتوا، هل تعتقدي ان ده كان بسبب مثلا موضوع الكورونا وقد ايه اتحبسنا في البيوت وكده؟ طبعا الكورونا اثرت جدا، عدم التفاعل مع الاطفال، ان احنا سبناهم كتير قدام الشاشات سواء تليفون او ايباد او التلفزيون او ايا كان، طبعا بتاثر البيئه، بتاثر ان هم ما بقاش بيتفاعلوا مع اطفال زيهم، ان هم ما بقوش بينزلوا الحضانه، الاهالي بقت تترعب على اولادها بلاش ينزل الحضانه، لا هيكح، لا هيتعدي، لا خليه قاعد في الحضانه، لا انا خايفه احسن ابني يجيله كورونا،
خلت الاولاد طبعا تتاخر اكيد. طيب المشكله في التخاطب او التاخر عامه في الكلام، في ناس بتقول انه ممكن يكون مشكله عقليه، هل ده فعلا حقيقي ولا لا؟ طبعا سبب من اسباب تاخر الكلام ممكن يكون الطفل مستوى الذكاء عنده اقل من الطبيعي، وده بنعرفه ازاي بالاختبارات اللي احنا بنعملها. لما بيجي لنا اي طفل اول ما بنكشف عليه بنبتدي نشوف الهيستوري بتاعه كله، بنبتدي نشوف لو في حد من الاهل سواء من طرف الام او من طرف الاب متاخر في الكلام، عنده اي مشكله عقليه، عنده اي مشكله في الجينات، عنده توحد، عنده ADHD او ايا كانت المشكله اللي موجوده في العيله. ممكن تشرح لنا بس يعني ايه ADHD؟ اللي هو تشتت الانتباه وفرط الحركه. يعني بيكون طفل مستوى الانتباه عنده ضعيف شويه والحركه عنده زايده عن الطبيعي. طبعا مش لازم ان يكون الطفل عنده كل الصفات دي، ممكن يكون الطفل بس عنده مشكله في الانتباه. طبعا. ممكن يكون الطفل عنده بس حركه زياده، ممكن يكون الطفل عنده اندفاعيه، ممكن يكون الطفل عنده ايا كانت المشكله اللي عنده، برده ده بيتم تشخيصه. لازم يكون بيشتكي من بعض السيمتومز، من بعض الاعراض لمده لا تقل عن 6 شهور واعراض معينه لفترات تقل عن 6 شهور. ساعتها بنبتدي نقول اذا كان الطفل ده ADHD او لا. يعني مش كل طفل قاعد سرحان في كلاس يبقى دوت ADHD، مش كل طفل قاعد شقي شويه او عمل حركتين يبقى دوت ADHD. فطبعا اللي بيشخص ADHD دكتور نفسي اطفال، مفيش حاجه اسمها ان المدرس يقول على فكره ده ADHD او ده توحد، لا هو بينقل الكونسيرنز بتاعته، بينقل المخاوف بتاعته للاهل، يقول لهم مثلا انا قلقان انه الولد معايا دلوقتي بقى لنا شهرين مثلا في المدرسه واستجابته مش زي صحابه اللي معاه في الفصل، او ان هو مثلا مش بيخلص شغله كله، او ان هو بيسرح مني، ده بينقل مخاوفه. مين بعد كده بيشخص؟ الاهل ابتدوا يعملوا اسسمنت ويبتدوا ان هم يشوفوا ايه مشكله الطفل فعلا. طيب احنا هنروح نشوف الفيديو ده ونرجع تاني نكمل كلامنا. اوكي. النهارده هنتكلم عن ازاي امنع التاخر اللغوي عند الاطفال. ممكن اعمل ايه علشان ابني او بنتي ما يتاخروش في الكلام؟ النهارده هقول لكم نصايح كتيره قوي ممكن تنفذوها مع اولادكم في البيت علشان ما يتاخروش في الكلام، وان شاء الله ما تحتاجوش دكتور امراض تخاطب. اول حاجه لازم اكون ام رغايه. رغايه يعني بتكلم كتير مع البيبي من اول ما بيتولد، بتكلم وانا باكله، بتكلم وانا بحميه، بتكلم وانا بلبسه، برغي طول الوقت، بسمي كل حاجه بعملها له وكل حاجه ماسكاها في ايدي وكل حاجه بديها له. بخلي الطفل يقلد، سواء يقلد حركات او اصوات، بخليه يسقف، يعمل باي، بوسه، هاي فايف. لازم اتفاعل مع الاصوات اللي الطفل بيطلعها وهو بيناغي، يعني لما يبتدي يعمل با ما بو ببتدي انا كمان اقلد الاصوات اللي الطفل دي بيطلعها، او ممكن كمان اشجعه انه يطلع اصوات اكتر، ممكن اقول له برافو، ممكن اعمل حاجات كتيره قوي اشجع بيها الطفل وبالتالي يفضل يطلع اصوات اكتر. طيب دكتور احنا عايزين نعرف بقى لو في طفل مثلا عنده 5 سنين يعني المفروض يكون بيتكلم، هل احنا المفروض نقلق على الطفل ده لو هو عنده بعض الحروف في بعض الكلمات ما بتطلعش مظبوطه؟ قصدك لدغات؟ مش لدغه، انه مثلا بيطلع لسانه في حرف او حاجه كده، بتكلم الحروف تتشقلب، يعني مثلا كلمه سمكه مثلا ممكن يقولها مثلا كمسه. طيب في حاجة اسمها intelligibility أو درجة مفهومية الكلام. درجة مفهومية الكلام دي جزء من تطور اللغة. في طفل بيوصل، يعني لما طفل بيكون عنده 4 سنين المفروض يكون درجة مفهومية الكلام لكل حد 100%. يعني ايه 100%؟ يعني 100% من الاشخاص اللي حواليه او اللي ما يعرفوش يفهموا كلامه 100%. لو الطفل عنده مشكله طبعا لازم يروح دكتور امراض تخاطب، لانه ممكن يكون الموضوع اكبر من كده، ممكن يكون هو عنده شويه لغه حافظهم وبيتفاعل بيهم بس البراجماتكس اللي هي براجماتيكا الكلام عنده مش قادر يكمل بيها، يعني مثلا مش بيعرف يكمل حوار لاخره بس اهله واخدين بالهم بس من كلمه سمك، فهو برده لازم يروح لدكتور امراض تخاطب. طيب الطفل عامة ممكن يبتدي يروح لدكتور عشان يساعده في موضوع الكلام أو التخاطب عامة بداية من سن كام؟ على حسب المشكلة، يعني مثلا لو طفل اتولد داون سيندروم ده من أول ما بيتولد بنبقى عارفين إنه عنده مشكلة. أنا هتشرح لنا يعني إيه داون سيندروم؟ داون سيندروم اللي هو الطفل الداون. أوكي. الطفل الداون دوت بيكون كان زمان بيقولوا عليه الطفل المنغولي. دلوقتي هو داون سيندروم. الطفل الداون بيتولد بفيتشرز معينه وبمشاكل معينه، بيكون عنده نوع من انواع التاخر العقلي، فاول ما بيتولد على طول لازم يروح لدكتور امراض تخاطب عشان احنا بنعمل فيدنج. يعني لازم بنعرف الام ازاي ترضعه سواء رضاعه طبيعيه او رضاعه صناعيه علشان ما يشرقش، علشان ما يحصلوش انفكشنز في ودانه، علشان حاجات كتير قوي بنعلمه ازاي تاكله او ترضعه بطريقه مظبوطه. ازاي تاكله بطريقه مظبوطه؟ ده شغل تخاطب. لو طفل عنده مثلا CP اللي هو شلل دماغي، برده من اول ما بيتولد بيبقى معروف المشكله ولازم بنرجع لدكتور امراض تخاطب علشان يبتدي يدينا انستراكشنز. دايما الاولاد اللي هم عندهم داون سيندروم او عندهم CP دايما متاخرين في الكلام، فلازم بندي انستراكشنز للاهل نعمل ايه، نبتدي امتى، نرغي معاه ازاي، نتكلم معاه ازاي.
طفل مثلا عنده سنة ونص وما بيقولش غير كلمة واحدة ومش بيتفاعل قوي، مش بينفذ أوامر، مطنشني، لا ابتدي على طول جلسات تخاطب. بلاش المدرسة القديمة بتاعت ما نبتديش تخاطب قبل عمر سنتين أو ثلاث سنين، لا ما فيش كده دلوقتي. في احنا بندي الطفل جلسات تخاطب وانس ان هو مستعد. في بقى الأهم من جلسات التخاطب إن إحنا لازم نكون بنتكلم مع الطفل، لازم نكون بنتفاعل مع الطفل، لازم نقلل الشاشات، لازم أهم من ده كله إن إحنا نوديه حضانة، لازم يكون في تفاعل بينه وبين أطفال في سنه عشان يبتدي يقلل. في حاجات بريكويزيت لتطور اللغة، يعني في متطلبات عشان اللغة تكتمل عند الطفل أو عشان يبتدي يبني لغة، لازم يكون عنده تقليد حركي وتقليد لفظي، لازم الطفل يكون بيتفاعل معايا، يعني لازم إن أنا أقعد أغني له. فاكره زمان كانوا الاهل بيقروا قصه كل يوم لاولادهم، دلوقتي الاهل بطلوا يعملوا الحركه دي لانهم بيتفرجوا عليها على الايباد اساسا. بس فكره القصه اللي انا بقراها ان انا بعمل اول حاجه بوند بيني وبين ابني او بنتي، الحاجه الثانيه ان انا بقلد اصوات، بقلد حركات، بوري له صوره فهو بيربط الصوره بالكلمه. ده من سن كام؟ ده من وهو صغير خالص، من وهو بيبي بنقرا له، من وهو بيبي بنحكي له، من وهو بيبي بنغني له، اقعد اغني له واعمل له حركات بايدي واخليه يقلد. فهتلاقي الولد بعد شويه بيعمل لا 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 الحاجات اللي انت بتغنيها له حتى لو بيجيب التون، ما هو ده نوع من التقليد طبعا، ان هو يعرف يجيب لحن الكلام. صح، ده جزء من تطور اللغه. لما بيجي اهل بيشتكوا ان ابنهم مثلا ما بيقولش كلام واضح، بيقول اللي هو الجارجن، ده جزء من تطور اللغه. في اهل بيجوا مثلا وهم والولد صغير بيقولوا ابني بيقلد الكلام ورايا، ساعات بيكون مش لازم يكون هو عنده توحد، ساعات بيكون عشان الطفل متاخر في الكلام فما عندوش حصيله لغويه كافيه تخليه يتكلم، يعني تساله ازيك عامله ايه يقول لك ازيك عامله ايه، ما عندوش اللي يرد بيه عليكي بس هو عايز يرد عليكي. ففي طرق لازم يكون الاهل بيلجأوا لدكتور امراض تخاطب، هو بيشوف ايه المشكله. بنبتدي امتى؟ بنبتدي والطفل مستعد، سواء سنه ونص، سنه وثمان شهور، سنتين، على حسب استعداد الطفل. طيب في فيديو تاني هنروح نتفرج عليه لانه فعلا مفيد ومهم جدا للمشاهدين اللي عندهم مشكله في الموضوع ده نروح نشوف الفيديو ونرجع. النهارده بقى هنتكلم عن امتى اقول ان ابني متاخر في الكلام او امتى اقلق واوديه لدكتور امراض تخاطب. في علامات معينه في كلام الطفل والتواصل معاه لو ما حصلتش لحد وقت معين لازم اقلق ولازم استشير دكتور امراض تخاطب. ايه هي العلامات دي؟ لو الطفل لحد ما تم 6 شهور ما بيبصش على مصدر الصوت، ما بيبصش لحد ولا بيبتسم لحد ولا حتى مامته. لو الطفل عند عمر السنة ما بيعرفش ينفذ امر بسيط زي هات الكورة، او لو الطفل ما بيستجبش لاسمه لما بننده عليه، او لو الطفل ما بيلغيش، ما بيشاورش، ما بيقلدش حركة زي باي. لو الطفل لحد عمر 15 شهر ما قالش ولا كلمة، المقصود بكلمة مش ان الطفل بيلاغي او بيقلد اصوات، لا كلمة يقصد بيها حاجة زي مام او بو او بابا. لو الطفل عمره سنة ونص وما بيفهمش كلمة زي لا، او ما بيشاورش على حاجة زي لو قلت له مثلا فين عينك. لو الطفل ما بيستجبش لسؤال زي ايه ده، او لو الطفل بيقول كلمة او كلمتين بكتير وما بيكتسبش كلمات جديدة، لازم اقلق واستشير دكتور امراض تخاطب. دكتور رشا، في امهات كتيره جدا بيحسوا بالاحراج بسبب ان مثلا ابنها او بنتها عندهم مشكله في الكلام او متاخرين في الكلام او في موضوع ان هو يبقى مركز في حاجه وما بيردوش الكلام في الموضوع ده قدام الناس او ان هم يقولوا ان عندهم مشكله، بالرغم ان زي ما قلنا قبل ما نبتدي التصوير بجد ما فيش ايميل دلوقتي بيتبعت لاي ام من المدرسه ما بيبقاش فيه جزء خاص بالسبيشالست او اللي هو ليها اسم بس مش فاكره المسؤول عن سبورت للاولاد بالظبط دعم. تفتكري هل احنا المفروض نواجه ايه رساله للامهات دي او الاباء دول في الموضوع ده؟ اول حاجه في جزء من ان انا بقول ان ابني عنده مشكله جزء اسمه دينايل، انكار. زي اي ام في الدنيا او اي اب اول حاجه بينكر ان ابنه عنده مشكله، انا شايفه زي الفل، انا مش شايف اللي انتوا بتقولوه، ودوت جزء لازم المدرسه تكون عارفاه ومستوعباه والاهل يبقوا عارفينه انه جزء من ان انا اتقبل حاله ابني ان انا بالاول بنكر ان هو عنده مشكله. مش كل اهل عندهم القدره الكافيه او الشجاعه الكافيه ان هو يتقبل مشكله ابنه، انت دايما بتتمني ان ابنك او بنتك يكون ما عندهمش مشكله. فاول ما بتعرفي الاول في مشكله بتحاولي انت تلجئي لدكتور واثنين وثلاثه علشان يقول لك لا المشكله دي مش موجوده. وبعد ما بتقتنعي تماما ان في مشكله دي مرحله الانكار، بعد ما بتقتنعي ان في مشكله بتبتدي تتقبلي ابنك، وانت تتقبليه بتبتدي تشوفي له
حل. اقنع، يعني لو انصح الاهل دول انصحهم مني هو في خلال فتره الانكار اللي عندك حاول ان انت تعمل اللي المدرسه او الثيرابيست او الدكتور قال لك عليه. بمعنى ان انا مثلا لو ابني متاخر وانت مش مقتنع ان هو متاخر مفيش مشكله خالص، بس في الوقت دوت اعمل الانستراكشنز اللي قالوها لك، اعمل النصايح اللي قالوها لك، اعمل مثلا ان انت تقلل الشاشات، ان انت تتكلم معاه كتير، ان انت تلغي معاه كتير، ان انت تعمل كوركتيف فيدباك او اكستندد فيدباك. بمعنى ان هو مثلا لو الطفل مثلا بيقول عربيه اقول له عربيه حمراء، عربيه كبيره، هات عربيه، فين عربيه، ابتدي ازود له الحصيله اللغويه عنده. لو الطفل مثلا بيقول الكلمه غلط زي ما كنا بنقول مثلا من شويه، مثلا الطفل مثلا بيقول سمكه بيقولها غلط، فما اقولوش ايه ده غلط قول سمكه، لا ما بعملش كده، بقول له سمكه، انت عايز سمكه، فين سمكه، او ايا كانت الطريقه اللي بكلمه بيها، فهو يسمع كلمه سمكه صح مره واثنين وثلاثه، فبالتالي هيبتدي يقولها صح. هنبتدي نعمل ده لحد ما ابقى متقبل ان ابني عنده مشكله، واسال دكتور واثنين وثلاثه وعشر لحد ما تقتنع تماما ان ابنك عنده مشكله او بنتك عندها مشكله، وساعتها نبتدي نشوف الحل، بس ما نضيعش سنه وسنتين من عمر الطفل لحد ما نقتنع كاهل. طيب في فيديو تاني كمان كنت اتكلمتي فيه عن مهارات الطفل، نروح نشوفه ونرجع تاني. النهارده هنتكلم عن المهارات اللي لازم تكون موجوده عند الطفل قبل ما يتكلم. في مهارات معينه لو مش موجودة عند الطفل أو ما تمرنش عليها هيفضل متأخر في اكتساب اللغة وتطورها. إيه بقى المهارات دي؟ أول مهارة إنه لازم يكون الطفل متفاعل مع البيئة بتاعته. يعني إيه متفاعل مع البيئة بتاعته؟ يعني بيبص على مصدر الصوت اللي حواليه، بيعيط لو حاجة وقعت وعملت صوت عالي، بيضحك كنوع من أنواع التفاعل. مهارة تانية لازم تكون موجودة عند الطفل إنه يكون بيتفاعل مع الناس. يعني لو مامته بتندهله يبص لها، لو حد بيزعق ينتبه للصوت، بيتفاعل لو حد بيلعبه حتى لو بالرفض أو بالعياط، لأنه ده نوع من أنواع التفاعل. مهارة كمان إنه الطفل يكون بيركز في حاجة لمدة من 3 ل 6 ثواني، لأنه لو مدة التركيز أقل من كده بيكون صعب الطفل يكتسب أي مهارة، فلازم نزود التركيز عند الطفل ببعض التمرينات. دكتور رشا، الطفل ممكن يكون بيحتاج كام جلسة تقريبا علشان نقدر نحس ان في امبروفمنت او تطور في موضوع التأخر او اي مشكلة عنده ايا كانت، زي مثلا ان هو مش بيعرف يركز اكتر وكده؟ وكمان عايز اعرف ازاي الام تقدر تعرف ان الجلسة دي فادته ولا لا؟ طيب اول حاجة، جلسات التخاطب بتعتمد الاول على التشخيص، ولازم دكتور التخاطب بيقول للأهل احنا فين، الابن ايه مشكلته او الطفل ايه مشكلته، هنوصل لايه، هو محتاج ايه، هل هو محتاج جلسات تخاطب بس، محتاج جلسات تانية مع التخاطب، ايه مشكلته، هل هو بس متاخر لغويا، في تاخر عقلي، هل هو ADHD، هل هو توحد، هل هو عنده مشكله تانية. فلازم الاول الدكتور بعد ما بيشخص الحاله وبيعمل بعض الاختبارات والاسسمنتس عشان يشوف الطفل عنده ايه، لازم بيقول للاهل الطفل عنده ايه. طب الاختبارات دي، انا اسف هقطعك، الاختبارات دي بتاخد تقريبا كام جلسه، ولا هي من اول مره الطفل بيروح الدكتور بيقدر يشخص؟ مره او مرتين او ثلاثة على حسب الطفل برضو واستجابته، لان احنا بنحب ان الاختبارات تكون سليمة 100%. يعني ما ينفعش ان انا مثلا طفل قاعد معايا لازم يبقى فيه نوع من انواع اللذاذة بيني وبينه، يعني علشان يبتدي يرد عليا. ما ردش في الاول، طب انا مش لازم اعمل له الاختبار كل مره واحده، طب ابتدي بحته وبعد كده اكون كده يعني لايك اي بروك ذا ايس بيني وبينه، وبعد شويه مره تانية بشوفه فيبتدي يبقى عارفني، يبتدي يتفاعل معايا اكتر. طبعا الجلسات والاساسمنتس كلها بلاي بيست، كلها معتمده على اللعب، مفيش خلاص دلوقتي حد بيقعد على ترابيزه ولا مكتب ويدي الجلسات، مفيش الكلام ده. بينام على الشزلونج؟ لا مفيش، محدش بينام على الشزلونج. بقى دلوقتي خلاص احنا بنلعب مع الاطفال، يعني اسهل طريقه عشان اوصل لطفل معلومه عن طريق اللعب. طبعا فالفكره كلها انه بعد ما بشوف الطفل واشخصه بيبقى الاهل عارفين ايه مشكله الطفل، الطفل محتاج وقت قد ايه عشان يتحسن، محتاج جلسات تخاطب ولا محتاج جلسات تخاطب وجلسات حاجات تانية مصاحبه للتخاطب، هيعملوا ايه هما في البيت. هي بتبقى حاجات كتيره مع بعضها بنقولها كلها للاهل وبنشوف الوقت قد ايه. في اطفال مثلا عندهم تاخر لغوي مثلا لمده 6 شهور او سنه، التاخر اللغوي العمر اللغوي بتاعه متاخر عن اقرانه سنه، فدوت مش بيحتاج وقت طويل، ولكن لازم الاهل يودوا حضانه، لازم الاهل يتكلموا معاه، لازم يبقى في نوع من انواع التفاعل، لازم يلعب رياضه، نتكلم معاه كتير، نرغي معاه كتير، نلتزم بجلسات التخاطب، لانه في اهل كتير بيبقوا معتمدين ان احنا ادام رحت مره في الاسبوع انا كده كويس. لا، انت الدكتور قايل لك مرتين في الاسبوع، تروح مرتين، لان هي جلسه بتكون من نص ساعه لساعه لربع، فهو يعني الوقت دوت لو حسبتيه هيبقى ولا حاجه في طبعًا. الاسبوع بتاع الطفل ولا حاجة، ولكن هو أصلاً. انستراكشنز ازاي الولد يتفاعل، ازاي بيدوا انستراكشنز للاهل كل مره، الدكتور بيقابل الاهل او ثيرابيست بيقابلوا الاهل وبيقول لهم ازاي يتعاملوا مع الطفل، وده هو الجزء الاهم. يعني البيت عليه دور كبير جدا في تحسن الطفل. طب
فكل ده بيتقلل الاهل بيبقوا عارفين هو محتاج وقت قد ايه لانه الدفرز من حاله لحاله. بس ساعات دي يعني حاجه كومن جدا وبتحصل كتير جدا ان الام بتروح للدكتور التخاطب وبتحس ان ما حصلش بروجرس او تقدم في حاله ابنها. طبعا. طيب هل الشخص ده المفروض ان هو يغير الدكتور ولا المفروض ان هو بيصبر عليه ولا يعرف ازاي ان اصلا بيحصل بروجرس وان يمكن ده وقت معين الطفل بيمر بيه وبعدين هيتحول هيروح لستيج تانية احسن؟ ده اللي احنا بنقوله ان هو في الاول لازم اكون واقعي مع الاهل. يعني لازم لو ولد جاي لي توحد لازم اقولش الاهل هو هيتكلم بعد بكره. طبعا مفيش كده، انا لازم اقول له ايه المشاكل اللي عندي، ايه البوينتس اوف ويكنس، ايه نقاط الضعف عنده، ايه نقاط القوه، هستخدم ازاي نقاط القوه دي عشان الولد يتحسن، الاكسبكتيشنز ايه، ايه التوقعات من الطفل ده، انا مستني ان انا اوصل ليه. خلاص، فبالتالي الاهل هيبقوا عارفين بدي الدكتور قد ايه او الثيرابيست قد ايه، بديله على الاقل 6 شهور. بس كل مره الدكتور بيقابلني كل مره بيبقى فيه زي لينك بوك او حاجه وسيله تواصل بيني وبين الدكتور، ببقى عارفه ابني خد ايه، في اماكن فيها الجلسات ممكن يبقى الاهل شايفين اصلا ابنهم وهو شغال جوه، شايفينه بيتفاعل او لا، يعني مش يبقى الباب مقفول واطلع اقول له على فكره ابنك بيقول جوه حكى لي حكايه، مفيش كده. طبعا هو خلاص بقى في كاميرات دلوقتي في كل مكان، الاهل بيشوفوا بس الجلسات. بس الام والاب ما بيبقوش قاعدين جوه الجلسه مع الدكتور؟ ساعات في الاول بيكونوا قاعدين بس شويه، وبعد كده بيكون افضل ان الطفل يكون لوحده علشان يبتدي يتفاعل وما يبقاش مشتت بالاهل. أوكي. في اهل في اطفال كمان بيبقى التفاعل قدام الاهل اوحش، مش هو مش عايز يسمع الكلام او مختلف، هو مش عايز يسمع الكلام، هو متدلع، هو مش خلاص، هو قاعد عمال يحضن مامته ويعيط. فهي بتختلف من حد لحد. ولكن التأخر اللغوي لو ما فيش أي مشاكل غير مثلا أسباب بيئية أو أن هو بس الطفل متأخر في الكلام من غير أي مشاكل عقلية أو أي مشاكل مصاحبة، فدوت الطفل بيتطور وبيتكلم عادي جدا. أنا كنت متأخرة في الكلام لحد 3 سنين ونص، كنت بقول كلمة واحدة وكان ساعتها ما فيش تخاطب، ما فيش يعني جلسات تخاطب، كانت مامتي بترغي معايا كتير جدا، كنت بروح الحضانة، كان إخواتي بيلعبوا معايا كتير جدا، فبالتالي تطورت اللغة عندي، كانت بتعمل كوركتيف فيدباك وهي مش عارفة إنه في حاجة اسمها كوركتيف فيدباك. كنت بقول الكلمة ما تقوليش، قولها صح، لا هي كانت بتعيدها صح قدامي، فأنا بسمعها مرة واثنين وثلاثة وعشرة صح، فبالتالي ابتدت اللغة تتطور عندي واللغة ما بقاش فيها مشكلة. لا خالص، ما فيهاش مشكلة خالص. أنا بقيت دكتورة تعمل تخاطب. أنت ممكن تيجي إزاي عادي على فكرة. حبيبتي يا ريما. طيب آخر حاجة عايزة أسألها لك، لأن أكيد كل أم بيبقى بجد إيدها على قلبها وعايزة تسمع الرد ده، حقيقي ممكن إن الموضوع ده غيرك يتغير تماما جدا ويصلح وما يبقاش عنده مشكله خالص لو هم فعلا مشوا على الجلسات دي؟ طبعا هو كده كده الطفل هيتحسن. خلينا بس مقتنعين بحاجه، ايا كانت المشكله كده كده الطفل هيتحسن. الدفرز من تحسن قد كده لتحسن قد كده على حسب دوت، برده لازم الدكتور يكون واقعي مع الاهل من داي 1، بنقول للاهل ايه الاكسبكتيشنز، ايه توقعاتنا للطفل ده هنوصل لايه. حتى لو راح يا دكتور وهو كبير، يعني بنتكلم مثلا سن 6 و7 و8، ولا ده خلاص تو ليت؟ على حسب برضو ايه مشكلته، يعني مثلا 6 بيجي لنا ناس عندهم 20 و30 سنه عندهم لدغات، بيجي لنا ناس عندهم 40 سنه وعندهم تلعثم، بيجي لنا ناس عندهم عمرهم كبير جدا وعندهم مشاكل وبتتحسن. وبتتحسن طبعا. اوكي. طب رشا انا بشكرك جدا على وجودك النهارده معانا، وبجد فتينا جدا في وقت احنا كنا محتاجين كلنا كامهات نعرف ايه هي المشكله وازاي فعلا نقدر نحلها. ثانك يو يا رشا على وجودك قوي. ميرسي. وبكده خلصت حلقتنا النهارده، استنونا الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد، اشوفكم على خير باذن الله. باي باي.